وأنا لقد حوذي مدحوينه جمهورية فدرال كاهي صوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماجو يرز الوزراء صوماليا محمد حسين روبلي هي كسو إلاتي نتيجة الآن سيدا يورباهين توشيغين غار كمده مسؤولين تمامل قبلات ديدا دالكا وزير الدولة مدحتو إذا دولت قبلات كقل مدوك عمر شدو أي حقيقي إن أوفشل ما يوانتي مدحوينها دولت قبلات كقل مدوك أحمد عبد كاري قرقر ومعلمه اللي صورنا في كدح ودي مدحوينها صوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماجو يرز الوزراء حكومة صوماليا مدني محمد حسين روبلي وخلاف إن وسوكل دحقلي تاسيو وسببتي إن حلالك على جاك لقاضو وزير رؤيو أجاسميال يضون مد والباء وعسكنا يوقظ دستوريا سيداد لوضع سعوتين مدحوينها دولت قبلات كجل مدوق أحمد عبدي كاري قرقور أو مالمهان كهو لنا حالينتا خلاف ككرد شيء كيسكي إكران تهليل أو سببي مران آد أبالاران أو أدحي يوم مدحوين فرماجو يرز الوزار الرابل دادال بدن أو بحيي مدحوينها قل مدوق أو مرحلة بدن صومري يضو حلي يضا خار أي شراركو قاتين كدو بعد سديد يطمان ساعدود أيا قناردكي وحو عاوة كسور دماضي فشل أيو يري وزير الدولة مدحتو يدو دولت قبلاتك قل مدو عمر شدو وقرال كدابا عاي بارتو وكل يهي فيسبوغا مدحتو يدو صوماليا أيان كجبابين هذا الكن أو دابا عاي وزيرك مدحتو يدو دولت قبلاتك قل مدو أو كقهالي وانوانتي مدحوين قرقور وكدحو ذي مدحوين فرماجو يرزلو زر ربلي حبنو اي كمي دهايين مدحوينها دولت قبلاتك قل مدو أحمد عبد كاري قرقور مدحوينها دولت قبلاتك كونفر قلبيت عبد عزيز حسن محمد لفتقرين يقدم يا بارلمان كصوماليا محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ايام مالمي اللي صور دافي كوهو لنا سيدي لورد مين لها خلاف كمدحوين فرماجو يرزلو زر ربلي midowga yurub iyo qaramada midoobay ayaa iyaguna waxa ay si gooni gooni ah ula hadleen madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha Roble iyo mudane Maxamed Cabdullaah Maxamed Farmaajo si ay xal uga gaaraan khilaafkan ku soo aaday xilli dalka uu ku jiro marxalad doorasho Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.